مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء. مثلنا كتناشد قلوب الخير وكتناشد المغاربه انهم يساعدوها على المرض ديالها. كتعيش العذاب وكتعاني من المرض، ما قادرش تحرك برجليها، وما عندها لا حنين لا حيم، عايشه بوحدها. نخليكم مع السيده تعودين على المشكل اللي عندها وكي كدير مع مصاريف العلاج ومصاريف المعيشه ديالها. السلام عليكم منال. وعليكم السلام وليد. حاول تعاودي لنا المشاكل اللي طاريه لك والمشكل اللي عندك في رجليك. المشاكل اللي طاريه ليا وليدي انا في البروده في رجلي، ما بقيتش نقدر نزيد، كتكون خرجه نطلب وما بقيتش نقدر نخرج، وعندي الكره كاريه ومضطر شحال مره كيخرج لي حوايجي، وما عنديش باش نخلص الكره وليدي، وما عنديش باش نتعالج، وعندي شي والله ما عندي حد، والحمد لله. شحال وانت مريضة في رجليك؟ راه تقريبا شي 5 سنين. دابا 5 سنين؟ 5 سنين اولاد. شنو عندك بالضبط؟ عندي البرودة في رجلين، مبقاش نقد نزيد، مبقاش نقد نحط عليهم، مبقاش نقدر نزيد، دير عكاز دابا الله يسهل عليهم، الله يرحم بها الوالدين إلا ما تساعدوا معايا وعاونوني وخلصوا حاجة، الله يسهل عليكم. والمحسنين، المحسنين الله يسهل عليكم، الله يرحم بها في العواشر، الله يسهل عليكم، الله يرحم بها الوالدين. واخا انت عايشه بوحدك؟ انا عايشه بوحدي وليدي. كي كديري مع المصروف ديال الماكله ديال الدواء؟ يعطوني الناس، ما عنديش دواء وليدي، كلشي اللي كاين يدوز. واخا تعاودي ليا اش كديري؟ كنشري ثاني رخيص بعدا كيدير 160، كنشري بعدا باش كيهدم لي غير الصداع في الليل، وكنعس اللي كيبقاو يعطيني الصداع، ما كنقدرش نزيد وليدي قلال صحتي، وما عندي لا حنين لا حيم، وما عندي اللي يخلص لي الكره، والماكله مازال معيشه، راه الجيران يعاونوني ويجيبوا لي ما ناكل، وماما والدار كل نهار يتهدد عليا، كل نهار كيقول لي خرجي. خرجي كل غنخرج وليدي، كل غنمشي نمشي للزنقة، أنا ما عندي حد سوى الله، واش غنمشي للزنقة؟ عندي تا رجلي اللي باقا نخدم، ولا نمشي نخدم في نضل نخدم في الديور ولا شي حاجة، ما بقاش عندي تا رجلين باش نمر. الناس كيعرفوك كيتعاونوا معاك شوية؟ ما كاينش وليدي، ما كاينش، مازال كانوا يتعاونوا معايا، دابا ما كاينش وليدي الناس. الناس ما كاينش، قلالو المحسنين ما بقاوش وليدي. باقي قلوب الخير ان شاء الله، وباقي الناس يعاونوك. دابا انت باغي تخلصي كراتك؟ خلص كراتي وليدي ونشري. يعني مول الدار كيقول لك بالضبط؟ كيقول لي خرجي، كيقول لي خرجي، وانا باش غنخرج؟ انا ما عنديش وليدي باش غنخرج، غدا ولا نتغدى غادي يجيب لي حوايجي ويقول لي خرجي، ما عنديش وليدي. ولا خرجتي للزنقة؟ لا ان شاء الله خرجت للزنقة، ما عنديش وليدي فين غنمشي، ما نبقى في الزنقة، ما عنديش وليدي فين غنمشي. انا كنعرفو الزنقة والليل والبرد على كي غندير وليدي، ما عنديش، ما عنديش سوى الله، ما عنديش اخوت وليدي، ما عنديش لا خوت لا حتى شي حاجة، ما عنديش لي عاوني، ما عنديش لي عاوني، ما عندي لا والدية لا حتى شي حاجة، ما عندي حتى واحد سوى الله، عييت وليدي، عييت، عييت والرجلين خانوني، الصحة خانتني وليدي، وعييت، وعييت نطلب محسنين، الله يسهل عليهم، الله يرحم بها الوالدين، تعاونوا معايا باللي قسم الله، باللي قسم الله وليدي، ما انا راني عييت الصحة ما بقاش. آخر مرة مشيتي عند الطبيب على رجليك؟ قال لي عندك البرودة. لآخر مرة مشيتي عنده من نهار قال لك برودة ما بقيتيش مشيتي عنده؟ ما بقيتش. علاش؟ ما عنديش وليدي، ما عنديش باش نمشي للطبيب، ما عنديش باش نشري الدواء، ما عنديش، دخلت لي البرودة، دخلت لي العظم، بدا كيتسوس لي العظم. وما عنديش وليدي الا باش ولا باش نشري الضو ولا حتى حاجه. واخا عطيني رساله للمغاربه المحسنين، الناس كيشوفوك دابا. المغاربه الله يرحم بها الوالدين، اللي بغى يدير حسنه يديرها، الله يرحم بها الوالدين، الله يصلح ليهم وليداتهم، الله يعطيهم مناوين، واللي بغين يتفلاو شغن نقول لك وليدي، الله ياخذ فيهم الحق، حسب الله ونعم الوكيل، هذوك اللي كيتفلاو على الناس اللي قد والديهم، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل،
والناس المحسنين اللي عرفوا بينهم وبين الله يتعاونوا معايا باللي قسم الله، بك ربي يسهل عليهم ويرحم بها الوالدين، والله يسهل عليهم والله يصلح وليداتهم. نخلي لكم مشاهدين الكرام الرقم الهاتف ديال هاد السيدة 0-30-31-27-13 0-30-31-27-13. كتعيش العذاب كما كتقول، كتعاني من المرض، مابقاش قادرة تمشي على رجليها، ما عندك كيفاش تخدم، عايشة بوحدها وخاصة تخلص الكرا ديالها، ومقهورة بين المصاريف ديال العلاج ومصاريف المعيشة. هذا هو الرقم الهاتف ديالها، نتمنى من الناس انهم يعاونوها، وان الله لا يضيع اجر المحسنين. حتى هنا مشاهدينا كنوصلوا لنهايه هذا المباشر، الى اللقاء.